تعالوا اقول لكم بسرعه اخبار قبل ما نشوف الجرافيك اللي محضره لنا فريق الاعداد. سامي قمصان بيقود مران الغائبين قبل ما ينضم لمعسكر الفريق. سامي قمصان كان في المران احمد حمودي وصبر الرحيل، عمرو بركات، محمد شريف، عمرو جمال، احمد ياسر ريان والجزار وعمار حمدي. دي اللعيبه اللي كانت مع سامي قمصان النهارده. كان في فقرات بدنيه وفنيه وتصويب، يعني اشتغل معاهم شغل شبه متكامل. محمد الشناوي بيؤدي جلسة علاج في الجيم قبل ما يستكمل ميرانو اللي هو الجري حول الملعب. عارفين الشناوي طبعا عنده إصابة، إن شاء الله يرجع بسرعة. كمان رباعي الأهلي أحمد فتحي وعلي معلول وأجاية وصالح جمعة، أسماء كبيرة جدا وأسماء أكيد لما ترجع هترجع وترجع فايقة، أهم حاجة ومكتملة الشفاء إن شاء الله. طبعا هيكون ليهم أثر إيجابي كبير جدا على فريق النادي الأهلي. طارق عبد العزيز أشرف على تأهيل هؤلاء الأربعة، إن شاء الله يرجعوا بسرعة جدا. أكرم توفيق بيكتفي بتدريبات في الجيم، أيضا كان تعرض لنزلة برد، إن شاء الله يرجع برضه بسرعة. محتاجين كل اللعيبة. والنجم حسام عاشور غاب عن تدريب اللاعبين للراحة، أكيد برضه حسام عاشور. أسماء مستشفى زي ما أنتم بتسموها، مستشفى، وكمان يعني بيسلموا على بعض بسرعة عشان يلحقوا سراير كمان. ربنا يستر ونطلع من المباريات اللي جاية يعني معافين سالمين، مش محتاجين أي إصابات تانية. وغرامة مالية بيوقعها النادي الأهلي على عاشور وكالتيرون بسبب مباراة الوصل. قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، الاتحاد العربي لكرة القدم توقيع غرامة مالية كبيرة على حسام عاشور قائد الأهلي، $5,000 على خلفية أحداث مباراة الوصل الإماراتي في إياب الدور 16 لمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال. كما تقرر أيضا توقيع غرامة مالية قدرها $6,000 على باتريس كالتيرون مدرب الفريق السابق. عندنا على طول الغرامات شغالة ايه بسرعة جدا، القرارات بتطلع بسرعة جدا، بس ماشي. والأهلي الأول في مصر على تويتر في 2018 كالعادة كالعادة. ونروح لأخبار محلية. محمد كامل بيقول الإعلان عن رعاة الأهلي خلال 5 أيام. وده محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن، شركة ناجحة جدا دايما بسميها كده، شركة عنوانها النجاح بريزنتيشن سبورت، راعي الكرة المصرية، أنه سيتم الإعلان عن رعاة النادي الأهلي خلال 5 أيام، حيث لم يتم الإعلان عنهم بسبب غياب الكابتن الكبير محمود الخطيب رئيس النادي وظروف مرضه وسفره لألمانيا، مشيرا إلى أن الشركة أنهت الاتفاق مع كل الرعاة والتأخير بسبب التوقيت والظروف المحيطة فقط لا غير. إن شاء الله يعلنوا عنهم خلال 5 أيام، هيعلن محمد الأستاذ محمد كامل عن الرعاة للنادي الأهلي. فتح باب الاشتراك في مسابقة كأس مصر مواليد 97، الاتحاد المصري لكرة القدم قرر فتح باب الاشتراك في مسابقة كأس مصر 97 اعتبارا من غدا الخميس 6 ديسمبر إن شاء الله، وحتى الخميس 13 من الشهر نفسه لجميع الأقسام، على أن يعلن الاتحاد أسماء الأندية التي ستشارك في المسابقة يوم الأحد 16 ديسمبر، وتجرى القرعة إن شاء الله يوم الثلاثاء 18 ديسمبر في الساعة 12 من مقر الاتحاد بالجزيرة. الاتحاد حدد قيمة الاشتراك 1000 جنيه تسدد في الفرع التابع له النادي الذي يرغب في الاشتراك، ده في مسابقة 97. بريزنتيشن بتحصل على حقوق كأس أمم أفريقيا للكرة الشاطئية، خبر برضو مهم جدا. هتقام في شرم الشيخ إن شاء الله من فترة من 8 وحتى 14 ديسمبر هذه البطولة، وخدت حقوق الرعاية شركة بريزنتيشن. لأول مرة تنجح شركة مصرية وطنية في كسر احتكار الشركات العالمية. أنا قلت لكم إن شركة كبيرة، شركة بريزنتيشن دلوقتي شركة كبيرة وإن شاء الله تبقى شركة عالمية، وتوقع غدا عقدا مباشرا مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف للحصول على الحقوق التجارية وكافة حقوق البث الفضائي للبطولة القارية التي تقام على أرض مصر. ومحمد صلاح الأكثر ذكرا بين اللاعبين المصريين على تويتر، النجم الكبير محمد صلاح نجم ليفربول ان شاء الله يلعب ان شاء الله النهارده في 10:50، ان شاء الله كل التوفيق لصلاح وفريقه يرجعوه ان شاء الله. كمان الاهلي فرحنا النهارده في المباراه الهامه جدا، مباراه الجونه